بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سريعا كده وصلنا للامتحان العاشر من امتحانات ال20 الموجودة في كتاب المعاصر. 10 امتحانات حليناهم، وال10 التانيين إن شاء الله رب العالمين النهاردة وبكرة مع بعض هنحلهم. الامتحانات دي يا شباب فيها مجموعة أفكار محترمة جدا، وفيها كل القطع بنحل الأسئلة ونحللها. أنا أتمنى إنها تكون مفيدة بالنسبة لك، وما تنساش تعمل لايك للفيديو، وتعالى نبدأ عشان ما نضيعش وقت. بسم الله. أول حاجة، a group of objects، مجموعة من الأشياء، of the same type، من نفس النوع، in one place، وفي مكان واحد، يبقى دي مجموعة، مجموعة يعني collection. السؤال الثاني، many people around the world، ناس كتير حول العالم، the role doctors and nurses played during coronavirus، ناس كتير حول العالم بيعملوا ايه في الدور اللي بيلعبوا الدكاتره والممرضات في مكافحه كورونا. negotiate يعني يتفاوض، associate يعني يصاحب او يتوحد مع، appreciate يعني يقدر، و facilitate يعني يسهل او يبسط. بعد كده الثلاثه، our children should be taught to not respect to their teachers، اطفالنا يجب ان يتعلموا ان يعملوا ايه في الاحترام لمعلميهم، ان يظهروا الاحترام، اسمها show respect. بعد كده after playing for Liverpool، بعد ما لعب في ليفربول، محمد صلاح great fame، محمد صلاح حصل على شهرة كبيرة. انت عارف ان كلمة يحصل على شهرة، يحصل على معلومات، اسمها gain information، gain fame، gain reputation وهكذا. it's not his style to not a other people، he is a reliable person، مش طريقته ولا اسلوبه ان هو يعمل ايه في الناس التانية، ده هو شخص موثوق فيه ومحترم وكده. mislead يعني يضلل، lead يعني يقود، support يدعم، improve يعني يحسن. ركز في الترجمة اولا، ثانيا الثلاثة بي وسي ودي، الثلاثة معاني ايجابية، لكن رقم ايه بس المعنى سلبي، ومسليد يعني يضلل. عايزك تعرف ان كلمة مسليد دي بتساوي كلمة مس جايد، ونكتبها عشان تعرفها، واحنا كتبناها مرة قبل كده. كلمة ليد يعني يقود، عكسها مسليد يعني يضلل. طيب عندك كلمة جايد برضو معناها يرشد او يقود، عكسها مس جايد اللي برضو معناها يضلل. وفي عندك كلمة اسمها مس جايدانس اللي هو التضليل، اللي بتساوي كلمة مس لي دينج اللي هي برضو تضليل. الكلمتين دول معناهم تضليل، لما يقول مثلا يقول لك مس ليدنج اوف يوث او مس جايدنج، الاثنين دول معناهم تضليل الشباب. بعد كده هاني درلد سم هولز ان ذا وول تو فيكس ذا فان، هاني عمل شوية ثقوب في الحيط عشان يثبت المروحة. عكس او السينونيم الكلمة اللي بتساوي كلمة drill، drill معناها يثقب. طيب ما تيجي نشوف بقى مين في الاختيارات دي ينفع يديني نفس معنى ان احنا نشيل كلمة drill ونحط مكانه الكلمة دي. اول واحدة release يعني يطلق سراح، symbolized يعني مثل او عمل مثال يعني، made يعني صنع، وrealized يعني ادرك. المفروض ان احنا نقول هاني عمل ثقوب، عمل يعني made، فكلمة made هنا بتساوي في المعنى كلمة drill. The two countries have finally not to an agreement، يصل الى اتفاق، اسمها come to an agreement، ولازم تبقى حافظ المصطلح ده come to an agreement. شاكر was afraid a fail the exam، afraid to المصدر او afraid of ing، انا قدامي مصدر فانا عايز to، يبقى afraid to fail. when my sister saw the snake، لما اختي شافت الثعبان she allowed cry، هي صرخت. قبل ما احل الجملة دي عايزك تفهم، ممكن كلمة when دي when ممكن يجي بعدها ماضي بسيط وماضي تام، وممكن العكس، ممكن ماضي بسيط او تام والناحيه الثانيه ماضي بسيط او تام. على سبيل المثال ممكن تقول لي when we came home we not together together، هنا يا ترى هنقول we ate ولا we had eaten؟ الطبيعي ان احنا لما نحب نرتب الاحداث، رقم واحد جئنا الى البيت، رقم اتنين اكلنا، فالاكل ده حدث تاني، وحدث تاني لازم يبقى ماضي بسيط، فنختار هنا ايه. طب ليه ما ناخدش هاد ايتن؟ كلمه توجذر دي اللي خلتك تقول ان احنا وصلنا الاول وبعدين اكلنا، فالاكل حدث تاني. طيب حاجه تانيه اقول لك، مثلا when we had reached، لما احنا وصلنا، the train left، القطار غادر، ده معناها رقم واحد احنا وصلنا، رقم اتنين القطار غادر، ده رقم اتنين. طب افرض انت قلت لي بقى when we reached، لما احنا وصلنا، the train left، ده معناها ان القطار غادر الاول وبعدين حضرتك وصلت، ده معناها انك انت ما لحقتش، we missed the train. when my sister saw the snake، اختي شافت التعبان الاول وبعدين صرخت، فالصرخه دي حدث تاني وبالتالي لازم تبقى ماضي بسيط، يبقى give. you must work so not that you can get the full mark، لازم تشتغل باجتهاد عشان تحصل على الدرجه العاليه، وده فيها ملحوظه عايزك تاخد بالك منها عشان في الامتحان بتلخبط. كلمه hard يا شباب دي صفه وظرف، صفة معناها صعب، وظرف بمعنى بصعوبة أو بجد. كلمة hard معناها صعب أو جاد، والظرف منها بصعوبة أو بجد. أمال إيه كلمة hardly؟ hardly دي بتساوي أو بتدي معنى كلمة not،
فلما تقول لي we hardly have any tea ده معناها اصلا we don't have any tea. عايز تاخد بالك ان كلمه hardly اصلا من لفظات النفي، عشان كده انت حتى عارف لما نبدا الجمله بكلمه hardly فبتروح قايل hardly do we have money، ده معناها ان we don't have money. انتبه ان كلمه hardly بتوحي بالنفي وترجمتها بتكون معناها مثبت او منفي، بس المدلول منفي. طيب هنا يجب عليك ان تعمل بجد، بجد او باجتهاد، يبقى hard so hard that. It's our final exam tomorrow. امتحاننا النهائي بكرة. We be late. احنا امتحاننا بكرة. امتحان اخر يوم بكرة. فاحنا ما ينفعش نتأخر. هي دي نصيحة؟ مع ان انا نصحتك اعمل كذا فانت حر اسمع الكلام او لا. طب دي امتحان وانا بقول لك المفروض ما نتأخرش. يعني لو اتأخرت ما انتش داخل الامتحان وتبقى مصيبة، يبقى وي مصد. If you would like to read a nice novel, I you one. هنا دي مهمة جدا جدا. قلت لك قبل كده لما تلاقي would like to عايزك تعرف ان هي بتساوي كلمه want، ولما يجوا مع اف فدي حاله اولى على طول وانت مغمض عينك. فانا هنا قدامي في الجمله if you would like to يعني if you want. الناحيه الثانيه بقى عايزين بقى مضارع او مستقبل على حسب المعنى. فهو بيقول لك بقى if you would like to read a nice novel، لو انت عايز تقرا روايه جيده انا ساعطيك واحده، يبقى I will give you. طيب هو لازم يبقى الناحيه الثانيه مستقبل؟ لا مش لازم. اقول لك if you would like to share اصل لو انت عايز تلتحق بينا work hard. work hard يعني اعمل بجد، ادي فعل امر اهو. فالموضوع كله واقف على الترجمه. طيب بعد كده مايا wishes she could her mother last weekend. مايا بتمنى، وركز لما نراجع القاعدة وش سريعا، مايا بتمنى ان هي could her mother last weekend. احنا متفقين على مبدا ان الجمله لو زمان لو ترجمت الجمله طلعت ماضي فانا بستخدم ماضي تام، ولو ما لقيتش ماي تام اللي هو هاد والباست بارتيسيبل، ولو ما لقيتش ماي تام بستخدم كود هاف والباست بارتيسيبل، ده متفقين عليه. طب لو ترجمت الجمله طلعت مضارع والامنيه طلعت مضارع فانا بستخدم ماضي بسيط. طب لو ما لقيتش ماضي بسيط بستخدم بدل منه كود والفعل في المصدر. طيب هنا مثلا في جملتنا الجمله ترجمتها طلعت ماضي، بيقول لك مايا تتمنى لو انها ساعدت امها. ساعدت يعني المفروض كنا قلنا هاد هيلبت، ما فيش هاد هيلبت، يبقى كود هاف هيلبت، يبقى كود هاف هيلبت نمبر سي. عمرو اند سيف ار جود ات بلاينج فولي بول. عمرو وسيف شطار في لعب الفولي بول. زي كان بلاي فور ذا ناشونال تيم. هما الاثنين لان هما اثنين فما ينفعش افكر في اول ولا ينفع افكر في هاف، ونيذر عايزه نور، يبقى المفروض زي بوث هما الاثنين ممكن يلعبوا. تو ستاند اون وان ليج فور 5 مينتس. يقف على رجل واحدة لمدة 5 دقائق. Have you tried ever؟ مفيش حاجة اسمها. بص التركيبة المفروض تبقى كده Have you ever وبعدين الباست بارتيسيبل، المفروض يبقى كده. طيب هنا بقى يقول لك Have you tried ever؟ لا المفروض تبقى ever tried. Have you ever tried هي دي اللي صح، يبقى كده رقم B الإجابة الصحيحة. طب 16 She asked me a moment ago what؟ هي سألتني منذ دقيقة واحدة. What إيه بقى؟ was the time. طبعا انت خد بالك a moment ago يبقى فعل القبل أصبح مضارع، يبقى what وبعدين بعد آلة استفهام نجيب الفاعل وبعد الفاعل نفكر. هنا بدأ فعل مساعد مش معانا، فعل مساعد مش معانا، فأنا هفكر the time was و the time is، واحدة من الاثنين. طيب a moment ago دي يبقى فعل القول بالرغم إنه ماضي نعتبره مضارع، يبقى ناخد is. طب لو مفيش a moment ago كنا خدنا was. ندخل بعد كده على القطعة يا شباب. السؤال القطعة بيقول in 1961 1961 جون كيندي، تاني قطعة على كيندي ده، became president أصبح الرئيس. The world was then introduced to his beautiful wife Jacqueline Poverdy. العالم بدأ يتعرف على مرات كيندي اللي اسمها جاكولين. She was intelligent كانت ذكية، graceful يعني رشيقة أو جذابة، and beautiful وجميلة. Americans and the world fell in love with her. العالم كله بدأ يحبها. She was born in 1929. اتولدت 1929. She lived in New York City. بدأت تعيش في نيويورك. قلت تفاصيل عن حياتها. She loved riding horses and had lessons at a very early age. بدأت تاخد دروس في بدأ حياتها المبكرة وكانت بتحب الخيول وركوب الخيول. She went to private schools. راحت مدارس خاصة. Her interests were writing. كانت الاهتمام بتاعتها كتابة القصائد والقصص والبالي والرسم. جاكولين traveled all over the world. القصة كلها بيحكي لي في البراغراف كله عن حياة جاكولين دي. سافرت حول العالم. She became a photographer. أصبحت مصورة for Washington DC.
في جريدة أو مجلة واشنطن، في نيوز بيبر في جريدة واشنطن دي سي، سون ميت سيناتور جون كيندي، وبعدين قابلت السيناتور جون كيندي. شي ميريت جون كيندي ان 1953، اتجوزته في 1953. زي هاد تو تشيلدرن، عندهم طفلين كارولاين وجون، هو واز بورن جاست بيفور جون كيندي بيكام بريزيدنت، اللي اتولد قبل ما يصبح جون كيندي رئيسا في 1960. العائلة انتقلت إلى البيت الأبيض. زي هاد أنذر تشايلد، وأنجبوا هناك طفل ثالث اسمه باتريك، لكن باتريك ده بعد ميلاده مباشرة مات. A president's wife is called the first lady، زوجة الرئيس بتسمى دائما بالسيدة الأولى. As first lady، وكسيدة أولى يعني، جاكي بروموتد ذا ارتس، بدأت تطور في مجال الفنون. She introduced the world to the White House، بدأت تقدم العالم كله للبيت الأبيض، وبدأت تعمل رحلات لزيارة البيت الأبيض. She had many responsibilities but her child or children always were her top priority، كان لها اهتمامات كثيرة ولكن اهتمامها بأسرتها كان الأول. Tragedy struck with assassination، بدأت المأساة تظهر مع الاعتقال، الاغتيال اللي حصل للرئيس كيندي زي ما حكينا في القطعة بتاعت الامتحان اللي فات. جاكولين كيندي had to care her children، كان لازم تهتم بأطفالها لوحدها. انتقلت إلى نيويورك. She protected the children from all the publicity، بدأت تحمي الأطفال من إن هم يظهروا في وسائل الإعلام أصلا والشهرة الإعلامية. She wanted as much privacy as possible، كانت بتحلم بخصوصية أكبر من أكتر ما يكون. But the people and the press from all over the from always and the press always wanted to know about her life، لكن الصحافة والناس كلها عايز تعرف عن حياتها. تزوجت من واحد اسمه أرسطوتل معرفش إيه كده في 1968، وعاشت في اليونان. After his death she moved back to New York، بعد ما مات زوجها الثاني يعني هي موجودة اثنين يعني، رجعت على نيويورك and was editor of Double Day، وأصبحت محررة لجريدة اسمها Double Day. She died in 1994، مات 1994، وما زالت تعرف ب her grace and beauty، بجمالها ورشاقتها. Her love of words، حبها للكلمة، and her family، وعائلتها. The best title for this passage، أفضل عنوان ممكن نحط للقطعة دي، President Kennedy، اغتيال كيندي، قال عليها كلمتين اتنين في القطعة. Senator John Kennedy، لأ، جاكولين بوفيرز لايف، عن حياتها، هو بيقول لك انها اتجوزت مين ومات واتجوزت مين تاني وعملت ايه ودرست ايه وبتحب وبتكره ايه. السؤال التاني رقم 18، بعد ما قرأنا القصة ممكن نفهم ان شخصية جاكولين ديت كانت عقاسية ولا حساسة ولا كريهة ولا طماعة؟ حساسة، انها بتحب الأدب والشعر وبتحب أسرتها. أنا ماشي بسرعة علشان الفيديو ما يكونش طويل، فطبعا حاول تراعوا دي. According to the passage، وفقا للقطعة، جاكولين هاد هوبيز، كان عندها كم هواية؟ هو قال لك في القصة هنا، تعال نشوف الهوايات، أرجع لك الأول أجيبها لك. بيقول لك هير انترستس، كانت اهتماماتها رايتنج بويمز اند ستوريز، يعني كتابة الشعر والقصائد والقصص، دي واحدة، والبالي والرايتنج، يبقى كده 3، ليها 3 اهتمامات. السؤال اللي بعد كده رقم 20، ذا مين ايديا اوف ذا فيرست باراجراف، أول باراجراف خالص اللي هو ده اللي هو في 1961، كانت كيندي أصبح رئيس والعالم أصبح مهتم بيه وبزوجته، وبعدين زوجته أصبحت معرفش إيه كده، وكان زميلة ورائعة، وكانت اتولدت سنة هي اتولدت سنة كذا، يبقى دي حياتها الأولى، حياتها جاكولينز ايرلي لايف رقم ايه. طيب بعد ما بيحكيليش عن ويدنج، ما قالكش يوم زفاف حضر كام واحد وكده، ولا ان كيندي اصبح رئيس، لان دي جملة واحدة في القطعة. السؤال اللي بعد كده، we can infer from the passage that the word graceful، ممكن نفهم من القطعة ان كلمة graceful معناها ugly، قبيح ولا سخيف ولا بلم يعني راسي، ولا attractive، جذاب، كانت جذاب. Where did Jacqueline live when she married لما تزوجت من أوناسيو ده اللي هو اسمه أرسطوتل ده، لما تزوجت كانت عايشة فين؟ كانت عايشة معاه في اليونان، وأصلا أرسطوتل ده يوناني، حتى قال لك هنا she married مش عارف كده and lived in Greece، يبقى كانت عايشة في اليونان، Greece اللي نمبر دي. Which year do you think Patrick was born in، إيه السنة اللي هو اتولد فيها باتريك ده؟ تعال نشوف القطعة الأول. بيقول لك هنا في القطعة دي بقى، بيقول لك اسمه تشايلد كارولين اند مش عارف كده، هو واز بورن ان مش عارف ايه، بيكيم ذا فاميلي موفد انتو ذا وايت هاوس. زي هاد انذر انتقلوا 1960 للبيت الابيض، وبعدها انجبوا طفل اسمه باتريك، يعني بعد 1960. هنا بقى بيقول لك 62 ولا 29 ولا 60 ولا 53، طبعا بعد يعني ما ينفعش نقول 60، والاثنين دول اصلا قبل، فبالتالي 1962 مش مذكوره في القطعه، لكن انت بتستنبطها، لانه بيقول لك هو اصبح رئيس 1960 وبعدها انجبوا طفل، يعني بعد 1960، والاجابه الوحيده 62 هنا. طيب بعد كده، women in the latest years، النساء في السنوات الاخريات يعني، play a negative party in history، بيلعبوا دور سلبي في المجتمع، ولا b
play a small part بيلعبوا دور بسيط في المجتمع, have less role لهم دور اقل وجهود اقل في المجتمع, have more effective role in society اصبح لهم دور اكثر ايجابيه, اكيد اصبح لهم دور اكثر, have more effective role اصبح لهم دور اكثر ايجابيه في المجتمع. حتى لو مش في القطعه هتلاقي نفسك بتخمن اجابه السؤال ده. The main idea of the passage, الفكره الاساسيه في القطعه. السؤال ده على القطعه الثانيه, سبايدرز دي على القطعه الثانيه. تمام, يبقى القطعه الاولى خلصت, تعال نشوف القطعه الثانيه بقى. بيقول لك نيتشر photographers have captured on film a spider jumping from one flower to another. الناس اللي بتصور الافلام الوثائقيه بتاعت الطبيعه التقطوا صوره لعنكبوت بيقفز من ورده لاخرى. Using its large eyes, بيستخدم عينيه الضخمه. The jumping spider follow its prey, العنكبوت القفاز ده بيتبع الفريسه بتاعته. Then the jumping spider set its sight, spins out of safety line and jumps. بقول لك ان العنكبوت القفاز ده بيبدا يظبط البصر بتاعه الرؤيه بتاعته ويقفز بامان. A common variety in the United States, the daring jumping spider makes its home in woods. بقول لك ان بيقال ان البتاع ده عايش في امريكا وان هو متخذ المساكن بتاعته في الغابات والحقول والجاردنز الحدائق. Its distinctive big eyes, عينيه المميزتين او المميزه, appearance makes it easy to recognize. عيون العنكبوت ده كبيره وضخمه ومميزه بتخليك تتعرف عليه بمجرد رؤيته. Four of its eight eyes, اربعه من عينيه الثمانيه, يعني هو عنده ثمان عيون, اربعه منهم موقعهم في وجهه والبعض والاربعه الثانيين في قمه راسه. The spider is black with gray or white stripes. العنكبوت ده لون اسود وعليه شرط كده سترايبس, يعني شرط او زي الحمار الوحشي كده سترايبس برضو, شرط لونها ابيض او رمادي. And it has spots on its bedroom, on its abdomen, اللي هي البطن, يعني هو عنده نقاط في بطنه. Jumping spiders feast on a variety of insects, بتغذى على مجموعة مختلفة من الحشرات, as well as other spiders, بالإضافة إلى مجموعة العناكب الأخرى. Some varieties climb as well, بعض الأنواع من العناكب دي بتتسلق مش بتقفز. Giving them a wide range of potential prey, بيديهم فرصة إن هم يكون عندهم إمكانية لاصطياد الفرائس أكبر. These arachins do not build webs to catch prey. هذه العنكبوتيات يعني لا تبني شبكات لكي تصطاد بالفرائس. They hunt on foot, بيكونوا واقفين على رجليهم وبيصطادوا الحشرات بتاعتهم. By sneaking up and poaching and pouncing on their victims, عن طريق ان هم يقفوا ويتسللوا للعناكب و and pouncing on their victims, وينقضوا على فريستهم. Even though jumping spiders only grow to be between 1/4 and 1/2 inches, ما بين ربع لنص انش طولهم, they can leap amazing distances for their size. هم ممكن يقفزوا قفزات كبيره جدا وفقا لحجمهم ده, يعني القفز اكبر من الحجم. Additionally, their excellent eyesight makes them very accurate. البصر بتاعهم القوي بيخليهم عندهم دقة في القفزة. Jumping spiders are also one of the fastest archines, واحدة من fastest, من أسرع أنواع العناكب في العالم. Scientists claim they are very small. العلماء بيقولوا إن العناكب دي صغيرة, إن هم smart, أذكياء جدا وعندهم قدرة على اصطياد الفرائس بذكاء. In addition to using silk for safety, برغم بالإضافة إن هم بيستخدموا السلك اللي هو الحرير بتاعهم ده عشان الامان. When jumping spiders also use this thread to create shelter, بيستخدموا الحرير ده برضو او الحرير اللي بيطلع منهم عشان يعملوا بيه مأوى. Under leaves and to encase eggs, بيستخدموه عشان يعملوا بيه مأوى يعيشوا فيه, وعشان يعملوا اكياس للبيض. Until hatching, الى ان يفقس البيض. Insects should be wary, الحشرات دي لازم تبقى قلقه, الحشرات كلها لازم تبقى قلقه من العناكب. Without a web that can steal steal يعني يسرق, وستيلسلي معناها بخلسه يعني approach. Keenly observe and leap, لازم الحشرات يعني تحافظ على نفسها لان العنكبوت بيصطادها خلسه دون ان تاخذ بالها. الفكره الاساسيه في القطعه دي بيحكي لي عن the special skills that spider uses to catch its prey, the different kinds of insects, انواع مختلفه من الحشرات اللي العنكبوت بياكلها, ما قاليش حاجه زي كده. البيئات المختلفة اللي العنكبوت بيعيش فيها, ما قاليش بيعيش فين, وقال لك بيعيش بس في الأشجار وكده وشكرا.
difference between various kinds. لا يبقى رقم ايه؟ the special skills، المهارات المختلفة. حتى قال لك بتقفز، بتستخدم الحرير، يبقى دي كلها مهارات. which of the following is correct؟ ايه من الجمل دي صح؟ يعني كل الجمل دي خطأ وفقا للقطعة ما عدا واحدة. أول واحدة jumping spiders are as small as bees، حجمهم صغير مثل النحل. jumping spiders are lazy، lazy لا مش كسولين، لا هما بيقفزوا. all spiders jump، لا مش كلهم بيقفزوا، فيه ناس بتصطاد وهي ماشية على رجليها. all spiders are safe، كل العناكب آمنة، ولا واحدة من دول صح. يبقى الإجابة رقم إيه؟ حتى لو أنت ما شفتهاش في القطعة، لأن دول كلهم كده موجود عكسهم في القطعة. طيب رقم 27 why does the author say these spiders have distinctive appearance؟ ليه المؤلف قال ان العناكب دي ليها مظهر مميز، يعني شكلهم مختلف عشان هم عندهم عيون كبيره. they have large eyes to observe their prey، رقم ايه فعلا؟ السؤال بعد كده the spiders use their silk to، بيستخدموا الحرير ده عشان ايه؟ kill the victim، build shelter، fly in the air in case their babies. تعالى نرجع عليها، عندي في حته هتلخبطك فانا عايز اقراها لك. بقول لك هنا ايه؟ use this thread اللي هو السلك يعني to create shelter، عشان تعمل مأوى. under leaves and to encase، ما هو encase اهي، بس هنا encase eggs، لكن هنا بيقول لك encase babies، يبقى المفروض بيستخدموه عشان يبنوا shelter بس، او encase eggs مش babies. بعد كده رقم 29 the spider has not different colors، العنكبوت ده ليه كام لون مختلف؟ قال لك two colors. تعالى اوريها لك في القطعه برضو. بيقول لك the spider is black، ممكن يكون اسود، with gray or white stripes، يعني بيكون لونه اسود في رمادي او اسود في ابيض، يعني كده العنكبوت ليه كام لون؟ لونين، يبقى تو. بعد كده رقم 30 the third paragraph deals with، تعال نشوف البراجراف الثالث. ادي باراجراف وادي الثاني الثالث jumping spiders feast on، بيتغذوا على الحشرات، بالاضافه ان هم بعضهم بيعيش بيتسلق وناس منهم بتمشي على رجليهم. العنكبوتيات دي بتبني الشبكات عشان تصطاد الحشرات، ممكن يصطاد على وهم ماشيين على رجليهم. تعال نشوف بقى the tales of the spiders jumping abilities، قدرتها على القفز. the spiders appearance which is frightening، مظهرها، لا مظهرها ده كان في الاول خالص. how spiders protect، دي في اخر حاجه خالص. how spiders build their own homes، دي برضه في اخر قطعه خالص. يبقى المفروض الاجابه فعلا رقم A the details of spiders jumping abilities، عمال يقول لك بتقفز وبتقفز ومسافه وطولها وعرضها، يبقى نمبر A. spiders have eyesight، اللي عندهم الابصار بتاعهم ايه؟ قوي ومميز. بور ضعيف، ويك ضعيف، بور فقير وضعيف يعني، ويك ضعيف برضه، تربل سيء، لكن distinguished مميز، هو زي هو قال في القطعه نصا مميز. which of the following sentences is an evaluation of the passage، ايه من دول تقييم للقطعه؟ scientists should collect spiders، العلماء يدرسوا يجمعوا العناكب. العلماء يجب ان هم ينسوا كل شيء عن العناكب. الحشرات should kill jumping، الحشرات المفروض تقتل العناكب اذا كان العناكب اقوى، يبقى الثلاثه مرفوضين. يبقى الاخيره من غير ما نقراها insects should be wary، حتى في اخر القطعه قال لك wary of the spider. طيب الترجمه، اول واحده a nation's progress، الاجابه بتاعتها الاولى رقم جيم. طيب الباقيين غلط ليه؟ بيقول لك هنا في الجمله a nation's progress is made، يعني تقدم الامه يتحقق بمساعده كذا. هنا تقدم الامه يقوم، طبعا مش حاجه اسمها يقوم. ثانيا بيقول لك المواطنين المجتهدين، هو قال لك devoted المخلصين. اللي بعدها تقدم الشعب يساعد الجهود، يعني ده اصلا مكتوب حتى غلط، تقدم الشعب يساعد الجهود، فكلها غلط. تقدم البلاد يعتمد على مساعده، لا ده مش يعتمد على، ده هو يتحقق بفضل. ثانيا حتى كمان الاكثر من كده المواطنين المتميزين، هو قال لك هنا devoted اللي هم المواطنين المخلصين. 34 الإجابة الأولى صح رقم إيه، والباقيين غلط ليه بقى؟ أولا أنا بقول لك إيه؟ resist any strange conduct، أي سلوك غريب. هنا قال لك سلوك متعصب، وهنا أي نقاوم أي تصرف أجنبي، وهنا أجنبي، فهم الثلاثة غلط. دور على كلمة واحدة تبوظ لك الجملة، يبقى أنت كده اخترت الصح. دي إجابتها رقم دي. طيب الأولى غلط ليه بقى؟ بيقول لك many people hope that safety space tourism will be available in the near future. انت ترجمت الكلمة safety يعني امان، لكن هو عايزك تقول امن، امن يعني سيف، فدي باظت، ودي سيفلي باظت برضو، ودي هنا بقول لك تيروريزم اللي هو الارهاب، وهنتكلم هنا عن الفضاء والسياحة، يبقى الرقم دي اللي صح. هنا we should always be، طبعا دي 36 اجابتها رقم C اللي صح. طيب الاولى غلط عشان هو بيقول لك هنا فباختراعاتهم اكتشفت ان تنعم البشرية بحياة مريحة
كلمة إيه اللي كان فيها مشكلة؟ كلمة خدمة البشرية. بص every day to preserve. preserve يعني يحفظ، هو عايز يخدم. وهنا to deserve يعني يستحق، فدي برضه باظت. وهنا to reserve يعني يحجز، احنا عايزين كلمة to serve يعني يخدم، يبقى رقم سي اللي صح. He was a man with a plan, a rebel without a case. يعني هو كان رجل من غير خطة، كأن هو رجل معتصم بدون سبب. انت واخد بالك ان كان في رابط محذوف في الجملة، ومع الرابط ده كما، فهنشيل الاثنين ونحط مكانهم سيمي كولون اللي هي رقم سي. الجملة الثانية which sentence would mean that عمر is being invited. مين في دول معناهم ان عمر عزم؟ اقول لك هيا ناكل يا عمر، هيا ناكل let's eat، وبعدين المفروض كما عشان منادى، وبعدين عمر وعلامة التعجب دي. طيب دي طبعا ما فيهاش كما، ودي فيها كولون، ودي فيها كما وعلامة استفهام، ده مش سؤال، يبقى رقم دي اللي صح. You conclude, your conclusion contain، الخاتمة بتاعتك لازم تحوي على a brief summary، ملخص. اه فعلا restating او رئاس restating لل ideas او السيسز صح. A sort of provoking question or a call to action صح، يبقى A B and C. email subject lines should السطور بتاعت كلمة subject اللي بنكتب فيها subject، يعني مثلا كاتب لك ايميل عشان اعزمك، فبكتب في كلمة subject invitation، يعني بكتب فيها اختصار للي انا هكتبه بعدين، يبقى summarize your intention فعلا. ودي كده الاخيرة، خلصنا الامتحان 40 من 40 ومفيش اخطاء. اتمنى قبل ما تمشي تعمل لايك للفيديو سريعا كده، وتشير الفيديو عشان زمانك يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله.